احنا متواجدين اليوم في مركز تحقن دم بمدينة طنجة في مبادرة قامت بها جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة. هذه الثانية من نوعها، كتدعي الجمعية ديال أعضاء الجمعية ديال الرحالة باش يجيو يتبرعوا بالدم نظرا للنقص اللي كيعرفوا المخزون ديال الدم في المراكز ديال تحقن الدم والأهمية ديال هذا الدم بالنسبة للمرضى والمحتاجين. احنا بالنسبة لنا كرياضيين وكمشائين ما عندناش حتى شي مشكل انه نساهموا في هذه المبادره اللي هي نبيله واللي كتساهم في مساعده المحتاجين ان شاء الله. وبدورنا كندعو كاع الناس، كاع الساكنه، كاع اللي قادرين صحتهم تقدر يتبرعوا بالدم، ما يبخلوش على الناس، لانه اليوم احنا صحاح غدا ما عارفين شي فين غادي نكونوا. هذه المبادره اللي قامت بها جميع المرات الثانيه على التوالي لتشجع الناس على التبرع بالدم. بزاف الناس ربما ما عندهمش ما كيف ما عمرهم ما فكروا باش يتبرعوا بالدم، او لا عندهم خوف، او لا عندهم ربما شي حاجه كتمنعهم. كنقول يعني انسان خصو يفكر واحد الباب اللي هو اللي غيخليهم دائما يتبرعوا بالدم. شنو هو؟ اذا كان عندك شي واحد عزيز عليك في السبيطار محتاج للدم، تقدر تعمل اي حاجه باش تدبر له ديك الدم، او لا شي واحد اللي نورمالمون العمليه متوقفه باش لان الدم ما كاينش، فهاد الحاله هذه غتقول انا ضروري خصني نتبرع بالدم. دونك اي من باب الانسانيه، من باب الجود، من باب ان الانسان يعرف اولا الفصيله ديالو اللي عنده، خصو انسان يمشي يتبرع بالدم. وشكرا. اولا كنشكر بعدا طنجاوي هاد المنبر هذا اللي سمح لنا اليوم باش نتكلموا على اولا الجمعيه ديال الرحاله والمشاة بطنجة اللي ما كتبخلش علينا مره كتعمل بعض يعني الانشطه في سبيل التطوع بالدم. التطوع بالدم هو واحد يعني واحد طريقة سهلة ورخيصة وما كتطلب حتى شي حاجة، وكتساعد على اولا تخفيف الدم. هاد تخفيف الدم شنو هو تخفيف الدم؟ تخفيف الدم اولا كيبعدنا من جميع مثلا ديك الجلطات الدماغية. ثانيا كيبعدنا حتى من الذبحه الصدريه. ثالثا حتى ديك النساء اللي عندهم الرجلين ديالهم كيحسوا بهم ثقالين والعروق وعندهم داكشي، حتى هما كيخفف الدم وكيسهل عليهم المشي. اذا الانسان اذا بغى يستفد من هاد الوقايه كيخصو على الاقل يتقدم المركز وتتطوع جوج المرات في العام. كيمكن لك ديك الساعه تدي الاجر جوج المرات وغادي تستافد نتينا في الصحه ديالك. الناس كيخافوا من الشوكه، كيخافوا من الدم، غيديولو من الدم بزاف. هادشي غير صحيح، لان الشوكه لابد ما تحرق، لابد الشوكه الدقه ديالها الاولانيه كتحرق، ولكن من بعد ما كيبقى لا حرق لا والو. ولكن في الاخر الانسان كيحس براسو نشيط، كيحس براسو بانه حتى في الحياه ديالو اليوميه كيحس بواحد القوه، كيحس بواحد النشاط عامل. انا كنظن بان النصيحه اللي يمكن لي نعطي للناس وهما يجيو يعطيو الدم على الاقل جوج المرات باش يديو الاجر، وفي نفس الوقت غادي يديو الصحه ديالهم والوقايه.